منذ أيامه الأولى شهد عام 2021 سلسلة من الأحداث المثيرة. انتهى الوباء؟ كلا، بل جاء متحور شرس، وترامب خسر الانتخابات، والجانحة أربكت مصر، وانتهى عهد ميركل. تعالوا معنا لنتعرف على أغرب الأحداث في عام 2021، عام وصفه كثيرون بعام غريب. لعل أبرز ما ميز عام 2021 كان حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، والتي تعد الأكبر من نوعها في التاريخ، حيث تم إعطاء نحو 9 مليارات جرعة لأنواع مختلفة من اللقاح حول العالم. لكن ورغم ذلك لا يزال هناك نحو 60% من سكان الأرض لم يحصلوا على التطعيم بعد. ورغم جميع التوقعات بتراجع جائحة كورونا خلال 2021، إلا أنها فاجأت العالم بسلسلة من المتحورات الخطرة التي ظهرت في أماكن مختلفة كألفا في بريطانيا وبيتا في جنوب أفريقيا وجاما في البرازيل. لكن الأخطر كان متحور دلتا الذي جعل عام 2021 من أسوأ الأعوام في تاريخ الهند، بعد أن فتك بمئات الآلاف فيها، فيما تصدرت صور محارق الجثث والمستشفيات المكتظة عناوين الأخبار حينها. وقبل نهاية العام جاء متحور أوميكرون سريع الانتشار، والذي أعاد العالم إلى المربع الأول بأعداد المصابين وإجراءات الإغلاق. وبعد أيام قليلة من دخول عام 2021 استيقظ العالم على مشهد ربما لن يمحى من ذاكرته إلى الأبد، حين اقتحم أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبنى الكونغرس في واشنطن إثر إعلان فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة. السفينة الجانحة كانت عنواناً لواحد من أغرب الأحداث التي شهدها عام 2021، حين علقت سفينة الشحن العملاقة إيفر جيفن في مجرى قناة السويس، وكانت حمولتها أكثر من 200,000 طن، ما أدى إلى تعطل حركة الملاحة البحرية، فيما استغرقت جهود إعادة تعويمها نحو 16 يوماً. على مدار عدة أيام في عام 2021 تحولت أنظار العالم إلى مطار كابول في أفغانستان. الصور القادمة من هناك ستبقى عالقة بأذهان الكثيرين لسنوات، عندما سقطت أفغانستان كاملة بيد حركة طالبان وفر الرئيس أشرف غني. هرع حينها آلاف الأفغان إلى المطار بحثا عن مغادرة البلاد، حتى ولو متعلقين بعجلات الطائرات. كتب عام 2021 نهاية لمسيرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد 16 عاما في الحكم، تصدرت فيها لعدة سنوات قائمة أقوى النساء في العالم، وتعاملت مع عدة ملفات معقدة في تاريخ ألمانيا أبرزها ملف اللاجئين.